ثانية واحدة، يعني المفروض اوكي كده احنا بدأنا الريكوردينج تاني لكل الناس. يعني أول حاجة خالص، يعني ثانية نطلع بقى بره ده. أشغل السكرين. أول حاجة خالص هنشوفها مع بعض، فين الديسكتوب كله على بعضه. مبدئيا كده جزء ال linear algebra، عشان أكتر من كذا حد بيسأل عليه. ف linear algebra okay MIT يوتيوب، يعني كتر ألف خيرهم على طول هيطلع لنا الكورس بتاع جيلبرت سترينج، وكمان هو ليه أبديت تحت. ف تعالوا نكتب علشان نكون محددين أكتر. مش لينير الجبرا. اوكي حلو. طبعا لما تفتح اول، يعني من الحاجات المميزه جدا اللي الشانل بتاعت الام اي تي اوبن كورس وير دائما بيدي لك البلاي ليست و المين ويب سايت بتاع الكورس ذات نفسه. ف الكورس ده النمبر بتاعه 18.06 او 18.06، ده تم تدريسه في 2010 على ما اظن. ليه حاجه ادفانسد شويه، او في فيرجن اجدد شويه ليه اللي هو بتاع 2011. فيديو ليكتشرز موجودين، الاساينمنتس موجوده بالسولوشنز بتاعتها والاكزام بالسولوشنز. تقدر هنا بقى يعني to go through ال content بتاعت الكورس بالكامل. يعني I recommend أي حد اللي هو يبتدي بيه، مهم جدا. يعني حاجة ذو قيمة كبيرة. يعني دي نقطة. بعد كده قبل ما نخش في البرمجة عامة، ففي نقطة كده مهمة، لو هي اللي أنا إزاي أصلا، يعني أنا في باكج سمعت عنها مثلا زي اسمها كيسكت. أوكي انا عايز اتعرف على كيسكت، عايز افهمها. فابسط حاجه لو هعمل سيرش زي كيسكت، فطبعا اول حاجه هتطلع لي خالص المين ويب سايت، ده رقم واحد. لو حضرتك او حضراتكم يعني من هواة السوشيال ميديا، فيعتبر تويتر هو المين سورس بتاع السوشيال ميديا بتاعت الكوانتم. معظم الناس يعني موجودين هناك، خاصة البيج كومبانيز لما، أو يعني الناس اللي شغالين في البيج كومبانيز لما بيحبوا يعني يعملوا ديبيتس والحركات دي بتاعتهم، يعني فبيبقوا قاعدين على تويتر باستمرار. يعني للأسف ما فيش بيج واضحة وصريحة الكيسكت موجودة على الفيسبوك، لكن هي موجودة على تويتر. لما بتخش على المين ويب سايت بتاع كيسكت ممكن تشوف الاوفر فيو، او لو انت حابب انك تتعلم في الكوميونتي او الدوكيومنتيشن. اوكي طبعا الويب سايت يعني في حاجات كتيره جدا، من ضمنها اللي انت لو حابب ان انت تنزل حاجه عندك لوكالي، لو انت ساي مثلا على ماك او على لينكس او على الويندوز، بيدي لك الكوماند لاين جاهز، بتاخده كوبي اوكي وبتفتح زي ما قلنا لك التيرمينال، وهنشوف تاني التيرمينال بيتفتح ازاي وبتشتغل. طبعا في شويه كده حاجات هتقابلك بقى وانت شغال، يقول لك ايه خد بالك ان لازم وانت بتستخدم كيسكيت فلازم تستخدم فيرجن حاجه اسمها 3.6 او فيما فوق. يعني البلس ده المقصود بيه فيما فوق. ايه 3.6 او ايه الحكمه؟ لو ركزت اكتر وانت بتنزل اناكوندا، لو نزلته يعني هتلاقيه بيقول لك فيرجن 3.8، هتلاقيه على المين ويب سايت فيرجن 3.8. طيب البايثون اول ما طلع او في البدايات خالص كان ريليس 1، ده كان في التسعينات، قاعد يتطور شويه بشويه شويه بشويه لحد ما كان يعني من حوالي 5 سنين، حوالي 5 سنين فاتوا كان فيرجن 2.7
ده كان يعتبر يعني اشهر فيرجن موجود، وكان ستيبل جدا وسكيور في حاجات كتيره، وكان معظم الكوربريتس الكبيره شغاله عليه، لحد ما قالوا ان في 2020 احنا هنوقف السبورت بتاعه، مش هيبقى فيه اي ديفلوبمنت عليه. فبايثون 2 من بدايه يعني بيني من 2020 يعني شبه انتهى، او ما بقاش فيه سبورت، وكل الناس اساسا يعني في اواخر العقد اللي فات ده او العشر سنين اللي فاتوا دولت ابتدوا يعملوا مايجريشن لبايثون فيرجن 3 بالريليسز بتاعته المختلفه. الموست ستيبل والموست سكيور اب انتل ناو 3.7، دي اكتر حاجه ستيبل. 3.6 السبورت بتاعها، لو انت لسه شغال على 3.6 او عايز تنزل حاجه 3.6 يعني نوت ريكومندد، لان في 2021 السبورت بتاعها هيقف. فيعني بيست براكتس اللي انت 3.8 ده ممتاز. 3.9 موجود حاليا، ولكن مازال في باجز وفي ايشوز بتطلع. طبعا شغالين عليها كل حاجه، ولكن الستيبل 3.8 يعني. ده لو انت حبيت تعرف ايه هي الارقام اللي موجوده جنب الفيرجن بتاعت البايثون. قبل ما نروح للدوكيومنتيشن، طيب لنفترض جدلا ان الباكج اللي انت بتنزلها ملهاش ويب سايت، طب هتعمل ايه؟ بكل بساطه يعني تعالوا نجربها على باكج تاني خالص بعيد عن كاسكت. زي مثلا في حاجه اسمها اوبن سي في. اوبن سي في لو كتبت اوبن سي في ريليسز مثلا، يعني اول حاجه هيقوم مطلع لك يا اما مثلا المكان اللي بيتم فيه الديفلوبمنت هو اللي اسمه جيت هاب، او المين ويب سايت لو الباكج يعني حاجه محترمه فهتلاقي لها الريليسز بتاعتها. فلما تقوم دايس هنا مثلا على الريليسز هيقول لك والله ان اجدد حاجه طلعت مثلا يعني حاجه اسمها او فيرجن 4.5.1 في حاجه اسمها ريليس نوت. الاصوات، فالريليس نوت هنا بتقول لك ايه؟ بتقول لك على كل الابديتس الجديده اللي بتحصل في الباكج، ايه الحاجات الجديده اللي دخلت، ايه الحاجات اللي بتتم، ايه الباجز اللي اتحلت، لو في مثلا فانكشنز كانت موجوده واتلغت او اتغيرت او هيحصل كونفليكت ما بينها وما بين حاجه تانية، دي اسمها الريليس نوت. طيب ايه هو الدوكيومنتيشن؟ الدوكيومنتيشن ده عباره عن كتاب اوكي بيشرح لك الموديولز من جوه فيها ايه وبتعمل ايه والتفاصيل بتاعت كل حاجه. يعني على سبيل المثال الاوبن سي في انا ما اعرفش هي بتتكلم عن ايه، فلو مثلا حاجه افتح الانترودكشن طبيعي جدا الاوبن سي في اول حاجه هقوم شايفها اللي هي اوبن سورس كمبيوتر فيجن لايبراري. اذا كمبيوتر فيجن لايبراري دي اكيد بتتكلم على ايه؟ على الـ عن 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 الايمج بروسيسنج او العمليات اللي بتتم عامه بشكل عام عن الصور. وبيقول لك اللي هي مكتوبه بسي بلس بلس، فهي مكتوبه بلغه السي بلس بلس، ولكن كمان ليها سبورت اللي هي تشتغل بالبايثون، ودي المين موديولز بتاعتها والحاجات الاساسيه بتاعتها وهكذا. كل ده انا عرفته منين؟ من الدوكيومنتيشن. طب هل كل الباكجز ليها نفس الموضوع؟ بنسبه حاليا 99.9 موجود دوكيومنتيشن لكل حاجه، ولكن بتبقى في بعض الباكجز او يعني بتبقى نقدر نقول بعض الموديولز الصغيره بيبقى لسه الدوكيومنتيشن بتاعها ما بيكونش مشهور قوي. فساعتها بقى انت تعمل ايه بقى في موقف زي ده؟ في موقف زي ده تقوم راجع كده لورا وتقوم ايه تفتح جيت هاب، معلش ثانيه، تروح للكود وتبتدي بقى يعني انت بايدك طبعا، بس ده يعني في اكسبرت ليفل، يعني الناس الاكسبرت هم اللي ممكن يعملوا حركه زي دي، ولكن يعني حبيت ان انا احط الموضوع لمجرد ان انت تميك شور. تبتدي تخش بقى تقلب في الفولدرات جوه، تشوف الاكواد من جوه مكتوبه ازاي، تشوف لو مثلا في حاجه انت حابب تعدلها، حاجه حابب تزودها تنقصها، على حسب بتكستمايز الموضوع بقى على حسب دماغك انت. فالموضوع ده بيبقى ايه؟ حاجه انت بتعملها بايديك. ده لو ايه؟ لو لا قدر الله، لو لا قدر الله المكتبه اللي انت بتشغل عليها او الباكج اللي انت شغال عليها ملهاش سبورت، ملهاش دوكيومنتيشن، وده بقى مانودر. زمان كان فيه كده، لكن حاليا مانودر اللي انت تلاقي حاجه ملهاش سبورت. نرجع بقى للاصل بتاعنا الا هو ايه؟ كيسكت. فزي مثلا احنا لنفترض جدلا اسوأ الظروف كيسكت ذات نفسه ملوش ويب سايت، ف هنقول كيسكت دوكيومنتيشن. ف كتر الف خيرهم يعني الناس على طول ايه بيتفتح معانا على طول كيسكت دوكيومنتيشن. يبتدي هنا بقى يعرفك ايه هو كيسكت، ايه المين اليمنتس او المين موديول اللي موجود جوه، ايه ده يعتبر الليتست ريليس اللي هو 0.23.4. طبعا هنا جوه على جنب كوانتم كومبيوتنج ان انوتشل، او بمعنى ادق يعني الجزئيه اللي فوق دي هو هنا
بيحاول هو يشرح لك الاساسيات بتاعه كيسكيت والاليمنتس بتاعته. لو انت حابب ان انت تكونتريبيوت وتعمل ديفلوبمنت بتشتغل ازاي. الريليس نوتس هنا يعني ما شاء الله هي بتبقى صفحه كبيره جدا جدا جدا، مقسم لك بقى ان كيسكيت اصلا من جوه ده عباره عن اكتر من كذا باكج وكلهم مجمعين ده تحت بيرنت واحد انا وهو كيسكيت باكج كبيره، لان في حاجه اسمها كيسكيت اير كيسكيت اجنس. الحاجات دي ان شاء الله بكره هنشوفها يعني بالتفصيل. بغض النظر عن فيرجنز، الحته بتاعت الريليس نوت مهمه اللي هي بتعرفك ايه الحاجات اللي اتعمل لها فيكس وايه الحاجات اللي انتهت ما بقتش سبورتد وايه الاخبار اللي بتحصل. ولو انت مثلا متابع باكج بقالك فتره هتبتدي تفهم المايند سيت بتاعت الديفلوبر او بتاعت مثلا زي يعني على سبيل المثال يعني نقدر نقول كيسكيت بقالها فتره طويله قعدت تشتغل على ان هي بتحاول تظبط حاجه كده موديولز بتاعت التو كيوبيت جيتس والمالتي كيوبيت جيتس، بحيث ان في النهايه خالص دلوقتي حاليا بقت بتسبورت ان انت تقدر تعمل مالتيبل كيوبيت جيتس او كنترولد مالتيبل كيوبيت جيتس بكل سهوله وبكل يسر، وفي نفس الوقت الكومبايليشن بتاعها بقى سهل جدا. يعني هم بقى لهم فتره طويله قاعدين عمالين يظبطوا في الموضوع ده لحد ما طلع في الريليس باقيني 21 مش 23، يعني 23 عملوا فيه تعديلات كتير، ولكن هم بقى لهم فتره كانوا شغالين على الموضوع ده، فكان اكسبكتد جدا ان في النهايه كانوا يطلعوا مثلا باكتر من كذا حاجه بالمنظر ده. دي نقطه. النقطه الثانيه، كانوا برضو بقى لهم فتره طويله قاعدين عمالين يظبطوا في حاجه اسمها ترانسبايلر. ترانسبايلر برضو هنعرفه فيما بعد. فكان من المتوقع ان هم يغيروا في البيزس جيت اللي بيتم تنفيذها يعني في الكلاود، وده برضو هنشوفه يعني ان شاء الله بكره وبعده. ف بمجرد ان انت بتتابع الاخبار وتبقى مركز مع الديفلوبمنت اللي بتحصل كل فتره، فانت بتفهم الناس دي رايحه لفين وبتفكر ازاي، المايند سيت بتاعتك ذات نفسها كمان هتختلف. ده امر مهم ليك كديفلوبر، سواء بقى كريسيرشر كديفلوبر كسوفت وير انجينير وات ايفر البوزيشن اللي انت عايزه. لا دائما وابدا الباكج اللي انت تستخدمها ما تستخسرش ان انت مثلا كل اسبوع على الاقل تفتح تشوف الويب سايت بتاعها ايه الجديد اللي حصل فيها، ايه الابديتس اللي بتحصل. ده شيء مهم ليك، وفي نفس الوقت شوف المايند سيت بتاعت الناس ماشيه ازاي. احيانا ممكن مثلا تقعد بالشهر والشهرين والثلاثه ما يكونش فيه اي ابديتس، وايه فجاه ينزل ابديت جديد. طب اعرف منين اذا كانت في حاجات جديده بتحصل؟ بكل بساطه مثلا كيسكيت جيت هاب، تفتح كيسكيت جيت هاب زي مثلا نشوف اي حاجه من الحاجات اللي جوه مثلا من الموديولز الاساسيه. طبعا الناس اللي عارفه جيت فيرجننج بالنسبه لها الموضوع اللي انا هقوله ده يعني بيس اوف كيك، حاجه هبله خالص. لكن على سبيل المثال سبحان الله احنا بنتكلم اهو لسه حالا اهو دلوقتي عاملين ابديت، والابديت ده شالوا فيه وورنينج معين كان بيظهر في الايشو الفلانيه، والايشو دي محلوله في البول ريكويست ده. طبعا ممكن الالفاظ او الحاجات دي تبقى غريبه شويه، لكن الناس بتوع السوفت وير فاهمينها. ويفضل برضو يعني فيما بعد حتى لو انت مالكش قوي في السوفت وير تبقى عارف برضو الحاجات دي. ليه؟ انت ممكن بكل بساطه في البول ريكويست تفتحها وتشوف ايه الحاجات اللي اتقفلت. اللي اتقفل ده معناه ايه؟ معناه ان الديفلوبمنت بتاعته خلصت ومستنيين اللي هو يطلع في ريليس جديد. فانت ممكن تقعد تدعبس هنا وتفهم الناس دي ماشيه ازاي، ممكن تفهم هما بيعملوا ايه. وهما هنا دلوقتي حاليا من 4 ايام بيبتدوا يعملوا بريبريشن لريليس جديد، فاكيد الريليس الجديد ده هيبقى فيه حاجات وفيه مميزات. طب انت عايز تعرفها. طب لو نفترض جدلا ان الفيرجن اللي انت شغال عليه حاليا مثلا ما فيهوش الفيتشرز اللي انت عايزها، ولكن في الريليس اللي لسه هيطلع الفيتشرز دي موجوده، فانت تعمل ايه؟ تبتدي تنزل حاجه بقى عندك لوكالي بطريقه معينه وتظبطها وتستمها بحيث ان كل حاجه تشتغل مظبوطه. الله اكبر الله اكبر، اذان العصر يؤذن عندنا. المهم دي يعني تعتبر سكيلز بسيطه، مع الوقت يعني انت هتعرفها وهتفهمها وهتبقى بالنسبه لك سهله. لكن يعني ارتقى ليا اللي انا لازم اقولها ولازم انتوا تبقوا عارفينها، سواء كيسكيت او اي باكج تانية انت حابب تشتغل عليها. دائما وابدا طالما البروفايدر او السورس اللي بيدي لك السورس اللي بيدي لك يعني الباكج سايبها لك مفتوحه وفري، حاول تبص فيها. والاجمل من ده كله انك تبص على الايشوز،
تشوف مثلا انت ممكن تبقى شغال باللايبراري وشغاله معاك كويس ما فيش اي مشاكل، مش بتطلع لك اي مشاكل خالص، ولكن في بعض الفانكشنز من جوه الادفانسد يوزرز بقى لما بيستخدموا بقى اكتر من كذا فانكشن مع بعضها يبتدي يقول لك لا خد بالك ده احنا لما بنحاول نعمل كذا وكذا بيطلع لي الايرور الفلاني، طب لما بعمل كذا بيطلع لي الايرور الفلاني، طب كذا بيطلع لي الايرور الفلاني. فالايشوز دي بابليك قدام كل الناس، انت ممكن تخش وتحل الايشو دي وتكونتريبيوت فتبقى كونتريبيوتر جوه كيسكت، فحاجه طبعا اي بي ام يعني ذس از هيوج، وفي نفس الوقت انت بتضيف حاجه للكوميونتي، وكمان انت بتقول للناس انا لا انا فاهم وعارف يعني ايه سوفت وير وفاهم يعني ايه كوانتم كومبيوتنج وبقدر احل المشاكل، مش مجرد اماتشر وقاعد او هاوي وخلاص، لا انت ممكن تعمل حاجه بايديك، ممكن فعلا تظبط الدنيا وتعلي والى اخره. فدايما دائما وابدا الايشوز مكان كويس، لان احيانا انت ممكن تقابلك ايشو انت مش عارف تحلها، فلما تيجي تخش هنا وتبتدي مثلا زي تكتب عن ايشو معينه او تكتب مثلا الايرور اللي بيطلع لك، هتلاقي مثلا في ناس معينه ابتدت تتكلم والله ان مثلا في حاجه اسمها ادابتيف كوانتم جريدينت ديسنت اوبتمايزر مثلا كان في مشكله ما او في حاجه مثلا حد كان عامل سيرش عليه، فتبتدي انت تشوف نفس لو هي نفس الايشو ولا لا، طب هل انت ممكن تحلها ولا لا، طب ممكن هو يبقى حاطط مثلا حاجه او مثلا اي حاجه تحل مشكلتك وانت تكمل وتقوم حلل مشكلته. من لا شيء انت بتعمل كولابوريشن، من لا شيء انت بتتعلم، ومن لا شيء بتستفيد، حتى لو انت واقف والايشو معاك ما بتتحلش ومنتظر مثلا لو هم يعدلوا حاجه من جوه او حاجه صعبه انت مش عارف تعدلها، انت ما زلت بتتعلم من حيث لا تحتسب. فحته اللي انت تدعبس في الكود من جوه يعني بغض النظر عن المين دوكيومنتيشن او حتى تبص على التوتوريالز اللي هم حاطينها والكلام ده كله، هم يعني مقسمينها كويس جدا الكلام ده، بعيد عن كل الكلام ده لو انت ليك دماغ وحابب كده انك يعني تخش في البهاريز من جوه فعيش يعني، دي حاجه مهمه جدا. ده بالنسبه يعني ازاي اللي انت تقرا مكتبه وتشوف الحاجه بتاعتها. على سبيل المثال في طبعا المكتبه، في مكتبه مهمه جدا او باكج مهمه جدا هستخدمها اللي هي نمباي. اوكي نمباي مثلا دوكيومنتيشن، او تكتب نمباي دوكيومنتيشن هيطلع لك على طول تفاصيل حياه نمباي كلها على بعضها، تفاصيل التفاصيل التفاصيل التفاصيل. لو مش كده وبس يعني من وجهه نظري يعني المتواضع، انا مش قصدي حاجه والله، من وجهه نظر المتواضع ان اليوزر جايد بتاع نام باي وحاجه باكج ثاني اسمها ساي باي وباكج ثالثه اللي هي سايكت ليرن، الثلاثه دولت من احسن اليوزر جايدز اللي انت ممكن تشوفهم في حياتك في السوفت وير، سهلين جدا وواضحين جدا ويقدروا يوصلوا لك المعلومه بكل سهوله ويسر. اوكي ف لو انت في اي مشكله واقفه قدامك اليوزر جايد يقدر يحلها لك، مفيش اي مشاكل اطلاقا. ده بالنسبه للسكيلز بتاعت ان انا في مكتبه ما اعرفش عنها اي حاجه وحابب ان انا اتعلمها. ده طبعا بجانب يعني حاليا اليوتيوب مليان حاجات بالهبل قوي يعني، فلا قدر الله لو الدوكيومنتيشن ما سدش معاك اليوتيوب هيسد معاك، لو الدنيا قفشت خالص فيعني في ستاك اوفر فلو، حرفيا ستاك اوفر فلو ده يعني فاتح بيوت ناس كتير خاصه في السوفت وير يعني. اي ايشو بصراحه شفتها في حياتي بقى كنت بروح له والحمد لله يعني ما خيبش ظني يعني. ف دي تعتبر الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى وانت شغال عامه في السوفت وير لازم تبقى معاك، يعني ما ينفعش تبقى بتعمل اي حاجه بسوفت وير وانت ما تعرفش يعني ايه دوكيومنتيشن، تروح للريليس نوت تدور على الايشو وتحاول تشوف ليها حل، دي حاجه اساسيه لازم تبقى عارفها وسكيل انت لازم تتعلمها ومش هتتعلمها لحد يقول لك عليها، يعني هي باي هاند بالاكسبيرينس بتاعتك، وده الاساس يعني. ده بالنسبه للحاجات دي. نرجع بقى لايه، ثانيه واحده نرجع تاني للاناكوندا علشان نبتدي البروجرامينج بتاعنا تاني. تفتح اناكوندا بكل بساطه من هنا اهو من الستارت. مش حابب تفتحه من الستارت، ممكن لو انت كريت حاجه على الديسكتوب، انا عندي ما رضيتش اكريت حاجه على الديسكتوب. ما علينا. اول حاجه خالص عايزين ننزل تاني كيسكت عشان الناس اللي بتسال الموضوع، فباوبن التيرمينال. اوكي فهو شاكرا بيفتح لي التيرمينال، كل اللي انا بعمله بكتب الكوماند لاين بيب انستول كيسكت. اوكي بدوس انتر. ما تنسوش يا جماعه كلمه بيب اللي في الاول دي، طبعا عشان انا منزل الباكج فهو اوتوماتيكلي بيقول لي كل حاجه ساتسفايد وكله تمام. طيب عايز اتاكد في طريقتين اللي انا اتاكد بيهم، يا اما افتح حاجه اسمها الانتراكتيف بايثون او اي بايثون. اوكي
ثانية وأقول import كيسكت كده المفروض يعني ونتأكد أكتر إن كل حاجة تمام. كيسكت فيرجن 16.3 تمام، دي الفيرجن اللي موجودة حاليا كده. الباكج معاك شغالة ما فيهاش أي مشاكل والدنيا زي الفل، حلو كده. ده بالنسبة للناس اللي كانت بتسأل ازاي انزل كيسكت او ازاي اللي انا سيت اب الانفايرمنت عندي. لا قدر الله لا قدر الله لو انت شغال انفايرمنت لوحدك زي ما كان حد سأل قبل كده، فعندك بيب انستول في الحاجات المهمة كيسكت نمباي مات بلوت لب بانداز سي في اكس او بي تي سايكت ليرن، هي دي الحاجات اهو، والباقي كله هينزل لك على طول اوتوماتيكلي من يعني الحاجات الديبندنسيز اللي بتبقى جوه هتنزل. ده يعني كوماند لاين لو انت شغال في انفايرمنت ليك انت خاصه بتاعتك، فالكوماند لاين ده هينزل لك كل حاجه. بس يعني اي دونت ريكومند الموضوع ده لو انت يعني مش اكسبيرينسد، فخليك ماشي سهل، خليك السهل الممتنع افضل، ده هيظبط لك الدنيا يعني. ده بالنسبة للسيت اب وبالنسبة للباكجز. فنرجع كده بسرعة، هل في اسئلة في الحتة دي عشان ما نرجع لهاش تاني؟ بس عشان هيبقى صعب جدا ان احنا نرجع لها. فهل في اي اسئلة؟ ما فيش اي اسئلة؟ اوكي. كريم، في مصطفى محمد. طيب خلاص اعمل له انميوت. طيب معمول انميوت، ممكن حضرتك تعمل انميوت. لو سمحت بس لو في مكتبه عايز انزلها من الجيت هاب، الطريقه اللي انزلها فيه من الجيت هاب بعد ما اعمل داونلود للمكتبه ازاي انزلها؟ بص هو 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 دي يعني حاجه ادفانس شويه وبره السكوب شويه بتاع النهارده، فهتاخد لها وقت. لكن في حاجه كويسه لو انت حابب تدور عليها، حاجه اسمها جيت كلون تمام. شوفها وامشي كده ورا التوتوريالز اللي هتلاقيها مظبطه الدنيا معاك. بس عشان انا اسف هي فعلا دي اوت اوف سكوب خالص يعني، ولكن هي سهله لو دور بس عليها يعني how to download a package and link it to an account. بس ده ابسط حاجه يعني. وشكرا لسؤال حضرتك. زينب هشام، ممكن حضرتك تعملي unmute؟ طب ماجد، ثواني. زينب هشام، الو الو، اتفضل حضرتك. طب دلوقتي انا بعمل انستول لاناكوندا. كان في قبل الانستليشن على طول في تو تشيك بوكسز، واحد بتاع الباث فاريبل والتاني بتاع الديفولت بايثون. بص هو بختار ايه يمشي وراه، تشوف اللي هو مختاره لك يمشي وراه، ما متعدلش في حاجه خالص، كله نيكست نيكست ورا بعض. ما بلاش تغير في اي باث انفايرمنت خالص يعني. الو طب حد سامعني؟ طيب ايوه سامعني. اوكي ضحى سامعني كويس؟ يا كريم سامعك خلاص. هل في حد تاني عايز يسأله ولا خلاص كده؟ في ماجد سامعني. ممكن حضرتك تعمل انميوت؟ هو انا كنت بسأل السؤال ده علشان انا اصلا كان عندي بايثون وكنت شغال، فما كنتش عارف اذا كان لما اختار الديفولتس يعني هي هي هيأثر يعني على الحاجه اللي كنت بشتغل فيها. بص طالما انت عندك اوريدي بايثون موجود اوكي، استنى بس تميوت المايك بتاعك لما الاذان تخلص تمام.
يعني على ما بايثون يعني طالما بايثون اوريدي موجود عندك بلاش تنزل حاجه تانية خلاص، يعني اشتغل على اللي موجود معاك. المفروض طالما عندك حاجه يعني المفروض تبقى يعني ايديك ماشيه فيها فكمل عليها على طول، بلاش بس عشان ما يحصلش عندك كونفليكت كده في الانفايرمنت، يعني هتبقى حاجه هيبقى هيدك على الفاضي ملوش لازمه. يعني ما نزلش اناكوندا. لو انت عندك اوريدي بايثون موجود زي هو انا كنت كده كده في الميل، لو انت اوريدي عندك حاجه شغال عليها اشتغل عليها خلاص اتس اوكي. انا يعني احنا السكول احنا التارجت بتاعنا، استاذنك بس لو تميوت المايك، التارجت بتاعنا في السكول انا بتعامل مع شخص يعني ما يعرفش اي حاجه وبحاول انا امشي معاه واحده واحده لحد ما نوصل ان شاء الله للتارجت بتاعنا. فطالما انت اوريدي عندك الحاجه كمل واتس اوكي. في النهايه يعني زي ما بيقول كل الطرق تؤدي الى روما، فان شاء الله هنروح روما باذن الله في اخر يوم. هل في اي اسئله تانية؟ في احمد خلف، تمام اتفضل حضرتك. هو ممكن بس تعلي الصوت بتاعك شوية؟ ألو؟ ألو؟ أنا مسامح حضرتك والله. والله أنا مسامح. ألو؟ طب خلاص هو ممكن خلاص. طب يعني لو خليها في الاخر طيب عشان انا مسامح حضرتك. بس هل في حد تاني كده ضحى ولا كله تمام؟ لا كده تمام اوكي. يعني بسم الله نبتدي كده نشوف بقى موضوع جوبيتر نوت بوك. السكرين ما عملها شير، ثانيه واحده اشير السكرين تاني. بكل هدوء خالص، احنا دلوقتي في اناكوندا نافيجيتور. لو انت مش منزل اناكوندا يعني مباشره تروح على جوجل كولاب. افتح هنا دايس ايه open with Jupyter Notebook بس كده. فاحنا هننتظر دلوقتي اللي هو ايه يفتح Jupyter Notebook. هنا هياخد له بس يعني اهو، لا الحمد لله فتح بسرعه كتر الف خيره. اول ما بيفتح هو بيفتح على الديفولت باث اللي انت اوريدي يعني عامل له كونفيجريشن، فهو بيفتح هنا على الحاجه اللي بتبقى نوعا ما انا عندي دي الحاجه بتاعت السي، فهو فتح هنا. طيب انا حابب اكريت نوت بوك جديده، فاول حاجه خالص بقوم دايس على نيو بقول له لو سمحت انا عايز ايه بايثون 3. فهو هيفتح لي الجوبيتر نوت بوك تمام، مسميها هو اوتوماتيكلي انتايتلد. فتعالوا مثلا زي نسميها Alexandria Quantum Computing Winter School 21 رينيم تمام. اول سيل دائما وابدا بتبقى عباره عن حاجه هنا اسمها ايه كود اللي انا بكتب فيها اكواد. طب لنفترض جدلا ان انا مش عايز اكتب كود، انا عايز اكتب تكست زي ما كان موجود مثلا في الكولاب هنا اللي هو التكست اللي زي ده اللي مكتوب. فزي مثلا تعالوا ناخد الكلام ده كده كوبي على بعضه نقوم حاطينه هنا اهو تمام. لو انا رنيت على طول هيقول لي انفيلد سينتكس، في مشاكل عندك مش مظبوطه. ليه؟ لان ده كود. طيب احنا نحولها لحاجه اسمها مارك داون لانجوج. اول ما اتحولت مارك داون لانجوج ابتدى الافكت بتاع الدبل ستار خلى الحاجه بقت بولد، والدبل هاش هيخليها تبقى ايه هيد كبير. فده اول حاجه هي ظهرت عندنا ان الدوكيمنت ده عباره عن ايه نوت استاتيك ويب بيج ومش عارف ايه الكلام اللي كان مكتوب. يعني دي حاجه زي مثلا عايز اخلي الهيد يبقى اكبر شويه او اللي هو يبقى يعني يعتبر الهيدنج يعتبر اللي هو اكبر حاجه، فبقوم شايل مثلا هاش واحده فبقى الهيدنج بقى اكبر كمان زي مثلا ده. يعني علشان كمارك داون ممكن تكتب هنا اللي انت عايزه اي 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 تعريف لاي حاجه. ده بالنسبه للايه للتكست. فتاخد بالك ان انت بتدخل على الجزئيه دي بتحولها لمارك داون. طيب لو انت مش عايز تحولها من هنا رخامه يعني وعايز تحولها من ناحيه تانية، هتروح مثلا للسيل تقوم كاتب ايه سيل تايب
تختار يا اما كود يا اما مارك داون يا اما حاجه اسمها رو ان بي كونفرت. ما لناش علاقه بالليله دي يعني، حاجه ادفانسد شويه مش هتفرق معنا في شيء. لو انت عايز تغير ايه من السيل، مش عايز تغير من السيل وتريح نفسك من هنا اهو. طيب السيل الثانيه اللي بتبقى موجوده على طول، لو انت مثلا عايز تكريت سيل جديده، كل اللي انت بتعمله شيفت كنترول بيفتح لك سيل جديده. طب عايز تكريت سيل جديده بتقوم دايس بلس ذاتس ات. طب عايز تمسح واحده بتشيل بس كده. طيب لو انت زي مثلا عايز انت واقف هنا على سيل عايز تعمل لها كوبي بتدوس هنا، عايز تعمل بيست يعني بسيط للغايه، الغايه للغايه يعني معنى كده. اوكي طيب البرمجه يعني من الاخر كده، انت بتخاطب ماشين. ف طبعا ممكن يعني 99% منا يبقى عارف من النقطه دي. الماشين بتاعتنا من الاخر بتتعامل الانفورميشن بيتعامل معاها على انها زيروز وانز. اوكي وما بيفهمش حاجه اكتر من كده. طيب ازاي مثلا لما انا اقول له بعد اذنك مثلا انده لي كيسكت هو بيفهم منين اللي كلمه امبورت دي ليها حاجه وكيسكت ليها حاجه؟ الفكره اللي بيبقى فيه اكتر من كذا لير تحت بعضها. في مثلا اول حاجه خالص اللي هو بيحول الكلام ده للانستراكشنز، او بمعنى ادق عشان نبقى يعني فيري بريسايز، البايثون كود عامه بيتحول من جوه لسي كود او احيانا سي بلس بلس كود، والسي بلس بلس كود ده اوتوماتيكلي بيتعمل له كونفرجن لايه؟ لماشين لانجويج انستراكشن. اوكي طبعا كل ده بيتم على اكتر من كذا لاير، في لاير ما بين البايثون والسي، وفي لاير ما بين السي والماشين كود على طول، في كومبايلر ما بين ده وما بين ده وما بين ده وما بين ده، بيحول كل الكلام ده في النهايه لايه؟ لصفر واحد. ده بالنسبه للبرمجه. طبعا الناس اللي ذاكرت بروجرامنج من زمان او عارفه بروجرامنج من زمان، يعني انا كان اول اكسبوجر ليا للبروجرامنج كان فيجوال بيزك، بعد كده سي بلس بلس. ف لما باجي اقارن ما بين مثلا يعني سي بلس بلس والبايثون، البايثون سهله جدا زي ما انت شايف كده، انت بتنده حاجات كانك بتكتب انجليزي ما فيهوش مشاكل، وهنشوف برضو اكتر واحنا شغالين سوا مع بعض. ده رقم واحد. رقم اتنين، نوعا ما بالنسبه للي احنا محتاجينه وهي سريعه، مش هتحس ببطء، لكن السي بلس بلس او السي او اللانجوجز الثقيله مثلا بتكتب فيه يعني حجم الكود مثلا زي اللي انت هتكتبه في البايثون اضربه في 2 او في 3 واحيانا في 10 عشان تكتبه بالسي، ولكن الفرق الوحيد ان السرعه بتاعت السي غير طبيعيه بالمره، سريع لابعد الحدود. ولو فعلا انت مزنوق وشغال على بروبلم كبيره جدا، لما فر اللي انت يعني هتحول وهتشفت لسي او سي بلس بلس، واحيانا كمان حاجات اوبتمايزد جوه السي والسي بلس بلس كمان، مش مجرد اللي انت تكتب سي كود عادي وخلاص. ف ده يعني نبذه مختصر عن بروجرامينج لانجويجز يعني، دي حاجه. في البرمجه يعني في البايثون عامه، انت بتبقى عندك حاجه اسمها variables او متغيرات. يعني على سبيل المثال في متغير اسمه a، لو نفترض جدا ان احنا هنassign value دي ومثلا value دي 2. اوكي فبعد كده ال a دي احنا قلنا مثلا ان ال a فيها 2، فلو نعمل shift enter هيعمل لي print لل a اللي هي ايه الفاليو فيها جواها 2. او ممكن نعملها بطريقه الطف شويه، ممكن نكتبين كلمه print يعني اطبع لي طلعت لك 2. في languages ثانيه كنت مثلا هتضطر تمبورت مثلا حاجه اسمها ستاندرد اوت وستاندرد ان وشو وشويه حاجات كده عجيبه، علشان في النهايه خالص تقدر تعمل برنت. كل ده بيتم اوتوماتيكلي من غير اي حاجه خالص جوه البايثون، فدي من السهوله بتاعتها. فانت مثلا عايز تشو فاليو ممكن تكتب برنت، او لو انت مش عايز تكتب حتى برنت ومكسر فا اتس اوكي بيطلع لك الفاليو على طول. ده رقم واحد. طيب بالنسبه للاوبريشنز العاديه، لو نفترض ان احنا مثلا عندنا فاريبل ثاني مثلا اسمه بي، ونفترض اللي هو مثلا فاليو 6 مثلا، يعني عايزين مثلا نعمل اديشن في a بلس بي اديتنا 8، 2 زائد 6 بتساوي 8. طب لو احنا عايزين عمليه ملتيبليكيشن عادي 12. طب لو عمليه اسمه لا انا اسمه اش بي طلعت لنا ايه 0.333 اللي هي 2 على 6. في هنا نلاحظ حاجه مهمه،
حته الديفيجن الديفيجن بينتها يعني المالتيبليكيشن ما بينهاش. ان لو هنيجي مثلا احنا عايزين نشوف نوع الفاريبل ده ايه بالنسبه لنا مثلا رقم 2 ده كده لوحده ده اسمه انتجر انتجر عادي جدا ما فيهوش اي فلوتنج بوينت او ما فيهوش علامات على الشيء. والسته برضو نفس الموضوع اشمعنى هنا طلع لي على طول فلوتنج بوينت. فلما نيجي نكتب التايب مثلا بتاع ايه طيب بتاع بي فده انتجر وده انتجر. طيب لو احنا جينا قلنا ان الاي هنا بتساوي 2 بوينت وشكرا على كده وجينا كتبنا تايب اوف اي اتحولت لفلوت. في اللانجوجز التانية لو انت هتعمل الحركة دي مثلا احيانا في بعض الكمبايلرز يعني لو هنتكلم مثلا ساي على السي ممكن يرفض ان انت تعمل عملية الديفيجن دي اصلا ما بين الاي والبي لمجرد ان ده داتا تايب والاوتبوت هيبقى داتا تايب تاني او ممكن يطلع لك وورنينج مثلا يقول لك خد بالك انت شغال على اوبريشن كلها انتجرز واللي طلع لك فلوت هل ده طبيعي. في الحاجات بتاعت زمان تشتكي بايثون بيهندل لك الليله خالص ومظبط لك الاداء ما ولا الهوا ولا تاثر ولا قال لك اي حاجه ومطلع لك النتيجه كمان ايه مظبوطه والبريسيشن بتاعته يعني مش عارف ارقام كبيره يعني البريسيشن بتاعته اكتر من كذا رقم. ف هو بيقدر يعمل برودكاستنج ما بين داتا تايب لداتا تايب تاني دي حاجه. في برضو ميزه جميله فيه اللي هو زي مثلا احنا قلنا ان الاي بتساوي 2 فمثلا زي احنا عايزين نجمع الاي ونزود مثلا عليها 7 فالاي هنا هتبقى 9 يعني 2 زائد 2 زائد 7 بقت 9 مجرد بس ايه اللي انا قلت بلس ايكوال 7 بلس كده احنا كده جمعنا. طب لو احنا عايزين نعمل ملتيبليكيشن مثلا 7 في 7 هيبقى 49 لا ثانيه واحده كانت 9 في 7 انا اسف 9 في 7 بقت 63 اوكي انا قلت 7 في 7 49 لا 9 في 7 63. طيب لو انا مثلا عايز اعمل ديفيجن على 7 تاني رجع تاني ل 9. ولو تلاحظوا ان هي من ساعه ما هي ما بقت فلوت حتى لو انا بقسم على انتجر بيرجع لي فلوت عادي جدا برضه يعني خلاص هو الفلوت حاجه مور جنرال بتغطي على الانتجر فا اتس اوكي. في طبعا نتكلم مثلا على variable ثانيا نفترض جدلا اللي هو السي نفترض اللي هو نسميه true ودي مثلا نسميه اللي هو false. طبعا في الـ old programming languages لما مثلا بحب اعمل logical expression logical expression ده انا مثلا عايز اعمل ايه A and B أو A or B أو whatever الـ variables اللي أنا بعمل ما بينهم logical operation فطبيعي مثلا الـ and كان بتبقى كده الـ or بتبقى كده الـ not مثلا ممكن تبقى حاجة زي كده أو أحيانا تبقى علامة استفهام يعني على حسب الدنيا تبقى ماشية معاك في الـ language بتاعتك يعني يعني كتر ألف خير وبصراحة البايثون ريحنا جدا في الموضوع ده قال لك والله يعني احنا ممكن نخلي دي اند سي هيدينا فولس ترو فولس او واحد وزيرو الاند هنا كانها بالظبط عامله زي الاند جيت يعني اكيد كلنا عارفين الاند جيت يعني في الكلاسيكال كومبيوتنج يعني فواحد وصفر هيديك صفر في الاند فده نفس الموضوع. طيب دي اور سي دي اور سي طلع لنا ترو لان ترو عباره يعني عن اورينج او الاور يعني تعتبر اورينج اوبريشن فواحد وصفر هديله واحد عادي مفيش مشاكل. طيب لو انا مثلا حابب ان انا اعمل دي وسي انا هنا بقول له هل الدي لا تساوي السي يعني الدي فولس والسي ترو الاثنين اكيد مش متساويين فهل ده كده صح فيقول لي ايه ترو. طيب هل ممكن عشان تتخيل بقى مدى سهوله اللانجوج لو انا كتبت دي از سي هل الدي هي السي هل الدي بتساوي السي هيديني فولس. طب نفس الستيتمنت دي انا ممكن امثلها بايه بنفس المنظر ده نفس اللوجيكال اوبريتور ده اللي هو ايكوال ايكوال هل هي دي بتساوي دي فهيديني فولس. ده يعتبر حاجه اسمها البوليان اوبريشنز جوه البايثون والدي والسي ده عباره عن ايه التايب بتاع الدي حاجه اسمها بول اوبريشن بول فاريبل اصلا.
ده بالنسبه للبيزك فاريبلز العاديه. طيب لو انا حابب زي مثلا اعمل اكسبوننشيشن او اللي انا يعني اعمل باور حاجه او اضرب مثلا حاجه في باور حاجه مثلا، فزي مثلا 5 الاس عندي دبل ستار تديني 25. طب لو 5 في 5 اللي هو الضرب العادي اللي هي 25 اوكي. هل في فانكشن بدل ما اقعد انا اكتب بايدي، انا مفترض ان انت يعني مكسل ان انت تكتب بايديك، حابب ان انت تعمل حاجه ثانيه، في مثلا حاجه اسمها امبورت ماس. ماس ده بلتن موديول في كل حاجه جوه في الماثماتكس، ولكن ليه بس يعني ريستريكشن بسيط وهنشوفه مع بعض دلوقتي. الماس موديول زي ما هو يعني لو كتبنا كلمه ماس وبعدين عملنا دوت اوكي اوكي وبعد كده بتدوس تاب، في جواه ايه مثلا الارك كوساين والارك شاين والساين والشاين والتانش والكوتانش والسين والكوساين والايرور فانكشن والفاكتوريال، في حاجات كتيره جدا يعني، في فانكشنز بالهبل في والاذنان يعني مثلا عايز يعرف هل دي انفينيتي ولا مش انفينيتي، اللوج واللوج 10 واللوج 2 والباور. نفترض جدا ان الباور يعني مثلا 2 لا مثلا 5 و2 فاداني 25. لو تلاحظوا في الموديولز من جوه بيرترن الديت تايب اللي هو المور جينيريك واللي بيشتغل على كل حاجه اللي هو الفلوت على طول اوكي. فانا هنا اديت له ايه الرقم اللي انا عايز ارفعه لقص مثلا 2 فكتبت هنا 2، لو انا عايز ارفعه لقص 3 اديني 125 باين اداني 125. طيب لنفترض جدلا ان انا عندي فيكتور اوكي، والفيكتور ده يعني نفس الاوبريشن دي ناخدها كده كوبي مثلا 2 هنا. قال لك ايه نقرا كده مع بعض بقى الايرور ده، ودي من الحاجات يعني شديده الجمال بصراحه في البايثون يعني في اللانجويجز القديمه الكومبايلر ممكن يديلك يقول لك في ايرور في اللاين الفلاني ويسكت، وانت بقى ايه عيش مع نفسك وديباج الكود وعيش يا معلم لحد ما تطلع الايرور. هنا والله الناس محترمين جدا يعني، هو يقول لك خد بالك ان الايرور بتاعك انا عايز ريل نمبر مش عايزه ليست. طيب ايه الليست دي حاجه اسمها ليست لسه يعني هنجيلها كمان شويه، بس الليست انت ممكن تحط فيها اكتر من كذا فاليو او يعني الفيكتور يعتبر عن ايه اكتر من كذا فاليو او اكتر من كذا اليمنت يعني. فهو هنا بيقول لك لا انا عايز رقم صحيح او سكيلر، انا مش عايز اي حاجه فيها اريز او مش عايز اي حاجه فيها اكتر من كذا اليمنت. فالماس موديول مشكلته الوحيده اللي هو ايه بيشتغل على سكيلرز فقط لغير، ما بيشتغلش على ايه اريز. اللي بيحل طبعا بقى المشكله دي واللي هو البيج بوس بتاع الموضوع كل اللايبرز يعني اللي موجوده في حتى كيسكت مبنيه عليه اللي هو نمباي ده النوميريكال اكسبريشنز اللي بتبقى شغاله على الماتريكس اوبريشنز كلها يعني، فيقدر يشتغل على الاريز بيشتغل على سكيلرز بيشتغل على العفريت الازرق بيشتغل على تنسورز كل حاجه تقدر تتخيلها في حياتك بيشتغل عليها. فده الريستريكشن الوحيد للماس موديول اللي هو ايه بيشتغل على ريل فاليوز بس. طبعا احيانا ممكن تجي لك مثلا ايرورز بالمنظر ده، فلو انت او بتطلع لك ايشوز مثلا وانت بتكتب في الكود، من البيست براكتسز المهمه اللي انت يفضل تقوم واخد مثلا البتاع ده كده كوبي زي ما هو تقوم رايح وتقوم دايس كده اهو انتر يطلع لك ايه ستاك اوفر فلو. افتح بقى ستاك اوفر فلو وعيش، اقعد بقى ادور جواه لحد ما تلاقي ايه حل الايشو بتاعتك. بس حرفيا يعني ستاك اوفر فلو دايما وابدا هيبقى ايه يعني بنسبه 80% ان شاء الله تلاقي الحل بتاعك جواه يعني قبل ما يغلب حمارك يعني. وحاول يبقى عندك صبر وانت ايه بتعمل سيرش على الـ على الـ على الايشوز والكلام ده. دلوقتي احنا شفنا يعني البيزك اوبريشنز بتاعت الماثماتكس. تعالوا مثلا نشوف حاجه زي يعني على سبيل المثال لو انا عندي سترينج، السترينج ده مثلا بيقول هلو اوكي. لو انا برنت اي او بلاش برنت خليها اي على طول، فهو هيطبع لي ان اي دي فيها هلو. طيب طيب بتاع الاي ده عباره عن سترينج تمام. طيب لو انا حابب ان انا مثلا اضيف كلمه او اعمل حاجه زياده فزي مثلا A او مثلا بي اللي نختار كده اللي هي هلو وورلد مثلا، بعد كده A بلس بي
هيطبع لي الكلمه كلها لازقه في بعضها. طب لو انا حابب ان انا اسيب مثلا مسافه ما بينهم فممكن بكل بساطه خالص اقول والله بعد اذنك بلس بكل سهوله. طبعا عشان تعمل حركه زي دي في السي مثلا ولا في السي بلس بلس او في الجافا ممكن تتعب حبتين ويعني وترهق. هنا زي ما انت شايف كده بكل بساطه جدا بتحط بس سبيس ما بين الكلمتين وخلاص مش كده بس. لو انت مثلا حابب اللي انت يعني انت عندك الايد عباره عن سترينج فاي دوت تقوم داي ستاب عايز مثلا تخلي اول حرف يبقى كابيتال عمل لك الاتش بقى كابيتال. عايز مثلا تخلي كل يعني انا بصوا يا جماعه الحته الحركه دي كويسه عشان لو انت ناسي ايه الفانكشن اللي انت محتاج تستخدمها تكتب الفاريبل وتقوم دايس دوت وبعد كده حرف بعد كده الزرار بتاع التاب. ممكن لو مثلا انت عايز تعمل كاونتنج للحاجات اللي جوه ثانيه واحده اسف معلش مش دي معلش مش كاونتنج كان الابر فين الابر لو انت بس عايز تتاكد هل كل الحروف اللي فيها كلها كابيتال ولا لا اس ابر هيقول لك فولس. طب لو انت عايز تخليها كلها تبقى ابر رفع لك كل حاجه بقى كلها ابر كيس. فحاجه زي كده عشان تعملها باي لانجوج ثانيه هتبقى صعبه. البايثون انا بحاول على قدر الامكان ان انا يعني احببك في اللانجوج علشان لو انت مش عارف اي حاجه عنها خالص او ما تعرفش اي حاجه في البروجرامنج موضوع والله سهل ويستحق ان انت تانفست تايم فيه. ده بالنسبه للبيزك اوبريشنز مش عايزين نضيع فيه وقت كتير نبتدي نخش ايه كده نعمل فاصل كده يعني قايلين ايه يعني بايثون كونتينرز. طيب اول كونتينر معانا الا هو ايه مش وقت. طب معلش يا جماعه بس انا اسف على النويز دي ثانيه واحده بس يعني يعدي وثانيه واحده بس. تمام انا معاكم راح فين الليست. لو انت عايز تانيشاليز ليست او زي ما شفنا كده فوق اللي احنا مثلا نحط اكتر من كذا اليمنت جوه فاريبل واحد فاول حاجه انت ممكن مثلا تقول ايه ايه ايكوال ليست بس كده هيقول لك ان الايه عباره عن انيشاليز ليست. طيب لو انت تيجي تقول ايه از وتقوم عامل القوسين دولت كده هل ده كده معناه اللي انت بتقوله دي ليست؟ هو مش فاهم ان القوسين دولت يعني ليست لكن ممكن تعمل ايه لو مثلا قلت ان البي بتساوي ليست فاضيه مثلا يعني تمام هل الاي از برضه هيدي لك فولس. طيب لو قلت له اي اس بي برضه هيدي لك فولس. دي من الحاجات المهمه اللي انت لازم تاخد بالك منها ان ما ينفعش مثلا تقول ان الاي هي البي والاثنين فاضيين. ليه؟ لان يعني جوه في الميموري هو معرف ان الاي موجوده في المكان الفلاني ومستني يدخل فيها داتا وبي متعرفه في مكان تاني ومستني يدخل فيها داتا فما ينفعش ان احنا نقارن الاثنين ببعض خالص. اوكي دي بس حاجه مهمه علشان ممكن فيما بعد تقول الله طب ما دي ليست ودي ليست احنا ليه مش بنساويهم بعض. احنا هنا مش بنساوي فاليوز احنا هنا بنساوي اوبجكت باوبجكت تاني متعرفين في اماكن مختلفه في الميموري يعني ده كونسبت ما علينا ادفانسد شويه بس خدوا بالكم منه. يعني المهم احنا ايه اذا ليست لو انا مثلا حابب ان انا ادخل حاجه جوه الليست دي فاي دوت ابند مثلا اتنين فابتدى يدخل لي مثلا ايه ان جوه الاي او الاي بدل ما كانت فاضيه دخلت فيها اتنين. طيب لو انا مثلا حابب ان انا ادخل حاجه كمان مثلا تلاته بقى جواها اتنين وتلاته ممكن انا انشاليز الليست بتاعتي بالمنظر ده اتنين تلاته
أربعة خمسة مثلا إيه؟ تبقى اتنين تلاتة أربعة خمسة. هل طبعا الليست طبعا فيها حاجة مهمة تانية اللي هي A dot، ممكن أمسح كل حاجة فيها، ممكن أكاونت الحاجات اللي جواها، ممكن أعمل insert أو اللي أنا أدخل قيمة معينة بدل الأبند بيدخلها لي في الآخر، ممكن الانسرت يدخلها لي في نقطة معينة، ممكن أريموف حاجة معينة، ممكن أعمل reverse للليست بالكامل، يعني بدل ما هي بدأ 2 3 4 5 ممكن أخليها 5 4 3 2 تمام. ممكن أعمل sorting لو مثلا الفاليوز اللي موجودة دي عايز أعمل لها sorting مثلا alphabetically فإتس أوكي، ممكن أعمل لها sorting alphabetically أو مثلا sorting ascending أو descending براحتي. في أكتر من كذا option تقدر تشتغل بيه بالليست. في حاجة تانية في الكونتينرز بتاعتنا، حاجة اسمها الديكشنري. الديكشنري مثلا وال A بيبقى عبارة عن يعني اللي هو حاجة زي الفيرنر كده، أو ما بيبقاش زي البراكت، لا بيبقى فيرنر. أوكي زي مثلا بتقوم قايل إيه Egypt مثلا 1 مثلا Russia مثلا 2 أوكي إيه. طيب ايه الحكمه في الديكشنري او ايه الميزه في الديكشنري؟ الفكره بتاعته اللي انت عندك كي وفاليو. الكي اللي هي الايجنت والفاليو بتاعته عباره عن واحد. طيب ازاي اقدر اكسس الداتا لو انا مثلا عندي حاجه زي كده او عندي مثلا فاريبل والداتا بتاعته بالمنظر ده، اكسس الفاليو ازاي؟ انا مثلا سي مثلا كتبت ايجنت هيطبع لي واحد، لو انا مثلا سي كتبت 10 هكتب لي 2. طب لو انا كتبت حاجه اصلا مش موجوده جوه، لو انا مثلا كتبت محمود يقول لي كي ايرور. كي ايرور ده معناه ايه؟ ان انا ما عنديش الكي ده اصلا، مش موجود جوه. طيب هل ممكن انا اعمل، ممكن ازود فيه حاجات معينه؟ ممكن اجيت فاليو معينه، ممكن اجيت ايتم معين من جوه، ممكن اعمل بوبينج او البوب اللي انا اطلع حاجه من جوه، ممكن ابديته، ممكن اشوف الفاليوز بتاعته، في اكتر من كذا حاجه. ممكن امسح كل الداتا اللي فيه اللي هو كلير. فلو انت عايز تشوف الميثودز بتاعه الفاريبل دوت بعد كده تاب وهتظهر لك الحاجه بتاعته دي، من يعني من ضمن الداتا ستراكشرز اللي انت هتشوفها في كيسكت سواء الليست او الديكشنري. اخر حاجه خالص واللي هي مهمه ولازم تبقى عارفها الا وهي الفور لوبس. اوكي لو انت مثلا عندك ليست وعايز تيتريت جواها، احنا مثلا قلنا ايه، تعالوا كده تاني ال A مثلا ليست رينج مثلا 10. ايه رينج دي؟ رينج دي هنا دي بيلتين ميثود، يعني مثلا سي انا عايز اطبع من 0 لحد من 0 مثلا لحد 20، فاقوم قايل ايه 21. لا ثانيه انا اسف، انتو ماشي غيرت مفيش مشاكل. في نقطة مهمة، اول حاجة ان انت بتبتدي الكاونتينج او الاندكس بتاعك بيبتدي من ايه، من زيرو. مثلا في الماتلاب لو انت مستخدم مثلا متعود على الماتلاب الكاونتينج بيبتدي من واحد او الاندكس بتاعك بيبتدي من واحد، في البايثون بيبتدي من زيرو. الناس اللي جاية من باك جراوند في السي والسي بلس بلس وعلى ما اظن يا رب ما كنتش بفتي على ما اظن الجافا برضو بتبتدي الاندكس بتاعها من زيرو، فانت بس عايز تطبع من زيرو ل 20 فبتقوم قايل له بتدي له 21. ليه؟ لان هو بيعد من زيرو لحد 20 ده يعتبر 21 رقم. فانا هنا عملت انيشاليزيشن للليست من زيرو لحد 9 وعملت لها اساين لفاريبل اسمه ايه. اوكي انا دلوقتي عايز اتريت اوفر كل فاليو معينه واعمل لها برنت مثلا لوحدها، فهقوم قايل ايه 4 مثلا. يعني هو النوتيشن المعروف اللي هو اي، ممكن تحط جي، ممكن تحط عباس، ممكن تحط اي فاريبل انت عايزه. فمثلا فور اكزامبل فور اتش سكتش اي حاجه ان اي برنت اتش. من الحاجات بقى الجميله في البايثون لو انت كتبت اتش اس ورحت دوست تاب هيقوم مكمل لك بقيه الحاجه، فهيطبع لك كل واحده لوحدها، هيقعد يتريت اوفر كل فاليو جوه. طيب لنفترض جدلا ان انت مثلا عايز تحط السكويرد بتاع كل فاليو،
فانت هتتريت اوفر كل واحد فيهم وهيطبع لك ايه السكوير بتاع كل فاليو فيهم. اوكي ممكن مثلا لو حابين نميكس بقى الحاجات شويه مع بعضها، لو انت مثلا عايز تطبع بس السكوير بتاع الايفن نمبرز، طيب انا اعرف منين اللي هو ايفن نمبر؟ طيب ابسط حاجه في حاجه اسمها اف كونديشن، فبقول له ايه اف الاتش سكتش ده والريمايندر على 2 بيساوي 0. اوكي فهو هنا ايه طبعا لي الزيرو طبعا ايفن نمبر، الايفن طبعا الريمايندر من 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 القسمه بتاعت الاثنين دائما اولا بيتساوي 0، يعني مثلا 4 ل 2 هدي لك 2، هل هيبقى في باقي؟ مفيش باقي. الستة نفس الموضوع، الثمانية نفس الموضوع، التسعة طبعا مفيش. فهو هنا ايه بالاف راح طبع لك الحاجه. طيب لو انا مثلا عايز اعمل ايه الالس، او مثلا عايز اقول له اذا لو او اذا لم كان مش عارف ايه اللي هيحصل، لو انا عايز احط اف كونديشنز ممكن مثلا اف كذا ثانيه الس مثلا ممكن مثلا تكتب له اي حاجه this is an odd number، ده الاف والالس. طبعا لو انت عندك اكتر من كذا كونديشن ممكن مثلا بكل بساطه اما ايه قايلين مثلا الاف اللي هو الس اف. اوكي الس اف مثلا اتش سكتش على الاثنين لا تساوي 0، print ممكن مثلا اتش سكتش أس 3. تمام ولاحظوا هنا كده حاجة مهمة معايا، هنا 0 بعد كده 1، 1 أس 3 ب 1 بعد كده 4 بعد كده 27، 3 أس 3 ب 27. لو تلاحظوا ان الستيتمنت الأخرانية دي ما عداش عليها. طيب ليه ما عداش عليها؟ لان التو ستيتمنتس اللي قبلهم الكونديشن بتاعتها اتحققت، طالما اتحققت هو ملوش دعوه بالباقي اللي تحت، موضوعك انتهى خلاص، موضوعك ايه موضوعك انتهى. طب لو انا عايز الستيتمنت اللي تحت دي تبقى كده، او بمعنى ده كده معناه ان الستيتمنت اللي تحت ده هيدك زياده اساسا على الكود، فدائما وابدا خد بالك وانت بتكتب الاف كونديشنز، لو اضطريت ان انت تكتب اف كونديشنز يعني هي نوعا ما بتزود الكومبايليشن تايم او بتزود الران تايم بتاعك، لو اضطريت تكتب اف كونديشنز حاول على قدر الامكان لا يعني تبقى في مكانها الصح وفعلا لا مفر منها اللي هي تتكتب. اوكي كان في ايه تاني غير الفور لوب والاف؟ عندك الفانكشن بمعنى اللي هو يعني مش الداله كحاجه ماثيماتيكال، ولكن هو بيبقى بيس اوف كود، والكود ده انت مش كل شويه عايز تكرره. يعني على سبيل المثال انت عايز مثلا تعمل عمليه جمع ما بين او نفترض جدلا لو انت عايز تجيب مثلا الفاكتوريال بتاع النمبر او الفاكتوريال اللي هو المضروب بتاع رقم، فلا نفترض جدلا الخمسه الفاكتوريال بتاع عباره عن ايه 5 في 4 في 3 في 2 في 1 ده الفاكتوريال بتاعه. طيب احنا عايزين نعمل فانكشن اوريدي بتعمل الموضوع ده، بدل ما كل شويه احط حساب ده انا عايز اعمل فانكشن بتعمل الموضوع ده. هندايز ديفاين، لو انا عايز اقول للبايثون خد بالك انا يعني هعرف فانكشن معين، فبقوم دايس ديفاين، بعد الديفاين بسمي مثلا الفانكشن بتاعتي يلا يعني على سبيل المثال يلا نسميها فاك. اوكي فاكتوريال او فاكت. تمام بعد كده انا عرفت ان دي فانكشن، الفانكشن دي ما بتاخدش فاريبل. طب لو نفترض كده انا عايز اديها فاريبل مثلا، لو نفترض كده نسميه اكس، الفاكتوريال عامه لو انا اديته 0 الطبيعي اللي هو لازم يديني 1، فاكتوريال ب 0 ب 1، ف اف الاكس ايكوال 0 تمام ريتيرن 1. طيب اف اكس من 0 برنت او ريتيرن this is a negative number. بعد كده
كان في ايه تاني ممكن، ايه ال conditions اللي ممكن اشوفها تساوي ال x وظهر من زيرو؟ هكافي ان هي خالص return ال x في fact x واحد I think كان كده. تعالوا كده نشوف سوا fact زيرو اداني واحد، طب fact minus تسعة مثلا ده negative number ملوش factorial، مثلا fact خمسة اداني 120. انا هنا جمعت اكتر من كذا concept مع بعض. اول حاجة في هنا الستيتمنت الاخرانية دي حاجة اسمها recursive. يعني ايه recursive؟ يعني هو كل شوية بيروح يجيب الفاليو ذات نفسها ويروح يضربها في الفانكشن نفسها، بعد كده الفانكشن دي تروح من جوه تاني تقوم جايبه الاكس اللي هي اكس ماينس واحد وتضربها في نفسها وهكذا الى ان نوصل لايه؟ للنهايه خالص اللي هو ايه؟ الواحد. فده اسمه ريكيرسيف. تمام، دي الطريقه دي اسمها ريكيرسيف. اوكي، والطرق المشهوره في البروجرامنج ده رقم واحد. رقم اتنين، طبقنا هنا كونديشن اللي هي بتاعت لو هو بزيرو ريتيرن 1 وترمينيت البروجرام، لو هو اصلا نيجاتيف ما فيش فاكتوريال لنيجاتيف نمبر، والفانكشن دي انت ممكن فيما بعد تستخدمها في اي مكان تاني. طب هل الفانكشن دي مش موجوده في البايثون؟ اكشلي يعني هي موجوده في الماس اوبريتور اللي احنا كنا عاملين له فوق امبورت، كان باين فاك او فاكتوريال 5 20. طبعا هو في ليميت للراجل للنمبرز اللي انت ممكن تجيب لها الفاكتوريال، باين كان اخر حاجه 20 25 ما شاء الله 28. يعني المهم هو ممكن تكمل على حسب بقى الميموري مانجمنت عندك في السيستم يعني هيوصلك لحد كام، بس يعني that is more than enough. طبعا ما شاء الله الدنيا بتكبر. ف دي الفانكشن. الفانكشن دي تاني بتعرفها عن طريق حاجه اسمها بتقول له ديفاين، اوكي بعد كده تدي له الاسم، بعد كده تدي له فاريبل. ممكن باي ذا واي ممكن تدي له اكتر من كذا فاريبل تاني، ومثلا سي تسميه نون مثلا، يعني بحيث ان انت ما تخليش اليوزر يعني ثاني او فين الماوس كده. انا عرفتها زي عم نجرب تاني. هو كده كده اوريدي يعني الديفولت فاليو بتاعت الفاريبل تاني ده بغض النظر الفاريبل تاني ده ايه هي نون، الفانكشن مش مستنيه اليوزر يدخل حاجه. طب لو انا شلت ده كده مثلا يعني هيقول لي ايرور missing one required positional argument، ده معناه اللي بيقول لك لا معلش انت في عندك argument معين او variable اهو المفروض انت تسبلاي او تبروفايد الفانكشن ال variable ده، ما ينفعش ان انت تشتغل ب variable واحد بس. فممكن ان انت تانشلايزها باكتر من كذا variable براحتك، الموضوع open يعني ما فيش مشاكل. ممكن تبصي اكتر من كذا نوع، ممكن تبصي integer، ممكن تبصي string، ممكن تبصي لها dictionary whatever، الدنيا مفتوحة معاك يعني ده يعتبر معظم الحاجات المهمة في الفانكشنز واللي انت ممكن تقابلها في حياتك. يعني لو انت بالنسبة لك لسه البروجرامينج اول حاجة او يعني بيور في حتة البروجرامينج ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت لسه بتبتدي فانا في if conditions، في recursive او بمعنى recursive programming اللي انت بتستخدم الفانكشن نفسها او بتضرب الفانكشن في نفسها كذا مرة، اوكي، ودي المين اوبريشنز اللي انت ممكن تحتاجها يعني عامه في البايثون. كده مش ناقص لنا غير بس النون باي. بس قبل ما اخش في النون باي حابب اسال، هل في حد عنده اي استفسارات من اي نوع؟ يا كريم، في ضحى احمد، تمام اتفضل حضرتك. الو، لو سمحت، هو انا كنت عايز اسال عملت الفاصل ازاي؟ بس عملت الايه؟ الفاصل. الفاصل بتاع مين؟ في النوت في وحضرتك شغال عملت فاصل كده بين الحاجتين. قصدي حضرتك ده؟ ايوه بالظبط كده. حضرتك انا هنا اخترت ان السيل دي تبقى مارك داون، تمام، ما تبقاش كود. ده رقم واحد. رقم اتنين، زي مثلا اي حاجه ففصل الدنيا عن بعضها بس. تمام، شكرا لحضرتك. اوكي تمام، تفضلي.
الو ممكن حضرتك تفتح المايك؟ هي شكلها مش موجود. طيب في حد تاني طيب ولا اكمل؟ لا مفيش. خلاص تمام تمام اوكي. نخش بقى على ايه، على الـ على البيج بوست بتاعنا او الحاجه الاساسيه بتاعتنا يعني. امبورت نمباي. بخصوص نمباي او بخصوص مثلا الامبورتنج، انا ممكن مثلا يعني انا قلت ايه امبورت ماس، ممكن بدل ما كل شويه مثلا اضطر اكتب ماس كده كلها على بعضها، لو انا كسلان از ام وام دوت، وهيطلع لي برده كل حاجه يعني، مفيش دلع اكتر من كده بصراحه يعني، الدنيا سهله جدا. برده نم باي يعني البوبولار كونفنشن بتاع لما بنيجي نندها فبنقول لها امبورت نم باي از ان بي، فده بقى المين ان بي دوت، طلع لك بقى ايه حاجات كتيره قوي يعني فانكشنز بالهبل من هنا لبكره الصبح لو هنقعد نتكلم فيها، بس يعني احنا هنتكلم في الحاجات الايه المهمه. لو تفتكروا ان راحت فين، ان الباور احنا شفنا ان الباور ما ينفعش مع الـ مع الـ مع الاريز، لكن ممكن نعمل الموضوع ده بشكل الطف شويه. لو قلنا مثلا ان ايه بتساوي ان بي دوت اري، الاري ده هنقوم مدخلين في ايه مثلا 5 و3 الايه، راح قال لي ده الري عباره عن 5 و3. طيب انا عايز اعرف السايز بتاعه الشيب دوت، طبعا لو ادوس دوت متأسف على التأخير. تاني احنا كنا هنا بنقول على الشيب، فهو قال لي الشيب عندك في عندك تو روز ومفيش اي كولوم خالص، فطب نعمل ايه علشان نقدر نظبطها مثلا بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، ان الفيكتور بيبقى مثلا اكيد في رو بيبقى في كولوم، فاحلى حاجة ان انت تقوم عامل كده اهو دوت ري شيب تو وان. فانت هنا عندك two rows one column تمام. لو احنا مثلا حابين نقول ايه اس 2 تبقى عندك 25 اللي هي 5 اس 2 و 3 اس 2 ده رقم واحد. طيب لو ممكن نقول ان بي دوت الباور، فين الباور مثلا ايه و 2 مثلا، ف 25 و 9 طب 3 125 و 7. ف النمباي اريز بتسمح لك ان انت تشتغل موضوع الاكسبوننشيشن تمام في الليست او في الماس موديول، ما بيسمح لكش بالحته دي، ده رقم واحد. رقم اتنين لو مثلا نعرف ماتريكس الاي بتساوي مثلا ان بي دوت اري، نفتح قوس واحد اتنين، خدوا بالكم بس من الحركه اللي انا هعملها دي، أربعة. أنا هنا عندي array عبارة عن 2 في 2 أو matrix عبارة عن 2 في 2. نعرف matrix تانية np.array خمسة ستة سبعة
8 برضه عباره عن ماتريكس 2 في 2. في هنا امر مهم جدا 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 وهنشوفه فيما بعد بكره ان شاء الله، الا هو في الماتريكس مالتيبليكيشن. لو مثلا هنقول ايه في بي، ايه في بي هنا لو تلاحظوا اللي هو عمل ايه، لو نفتكر من السلايدز عمل الهادمارد برودكت او الاليمنت وايز برودكت، بمعنى ضرب الواحد في الخمسه فاداني 5، بعد كده ضرب الاثنين في السته فاداني 12، بعد كده ضرب الثلاثه في السبعه اداني 21، بعد كده ضرب الاربعه في الثمانيه فاداني 32. طب لو انا عايز اعمل الماتريكس مالتيبليكيشن العادي اللي هو الدوت برودكت بتاعنا، في طريقتين، في ايه ات بي، الات اوبريتور ده دوت برودكت بتاعنا الطبيعي، او في حركه ثانيه ان بي دوت اي وبي فاداني نفس الناتج. فاحنا دلوقتي عندنا ايه الدوت عشان نعمل الدوت او الماتريكس مالتيبليكيشن احنا عارفينه، في عندنا الات، في برضو جوه نمباي عشان ممكن وانت بتدور هتتلخبط، في ان بي دوت مالتيبلاي، مالتيبلاي هتدي لك برضو نفس النتيجه بتاعت الايه بتاعت الستار اي وبي. فمالتيبلاي بتعمل ايه الاليمنت وايز، ما بتعملش الدوت برودكت، فخدوا بالكم كويس جدا من الموضوع ده. طب لو احنا عايزين نعمل ترانسبوز اي دوت تي كابيتال تي، بدل ما كانت 1 2 بقت يعني ثانيه ايه الاي الاوريجينال 1 2 لكن الترانسبوز بقت 1 3 لان بالرو بقى خلاها ايه بقى كله، ده رقم واحد. لو احنا مثلا حابين نجيب في جوه في نم باي نفسه في كده يعني موديول كده كبير على بعضه لينير الجبرا، فلو هنقول ان بي دوت لين الجبرا اوكي دوت، في بقى احنا عايزين الديترمينانت بتاع الماتريكس، عايزين نجيب الايجن فاليو، عايزين نجيب لا كلمه ايجن دي بتجيب الايجن فاليو والايجن فيكتورز، عايزين نجيب الانفرس، عايزين نجيب ليست سكوير ايرور. لو احنا عايزين نعمل اكسبوننشيشن للماتريكس طبعا ده يعني ادفانسد شويه، الرانك بتاعها النورم، في تفاصيل كتيره جدا يعني جوه ممكن ان احنا نجيب بيها اللي احنا عايزينه. اخر حاجه علشان انا عارف ان انا طولت عليكم جامد جدا، الا وهي التنسور برودكت او الكرونيكال برودكت، ودي في غايه الاهميه يعني. فا A و P زي ما انتم شايفين كانت 2 في 2 بقت ايه بقت 4 في 4. اخيرا وليس اخيرا في اللي هو مارك داون. الناس طبعا اللي بتكتب يعني في يعني او بتعمل بابليكيشن، في هنا اللاتكس يعني زي الفا، وهنا بيكتب الرمز ذات نفسه. طب ايه اللي انا عملته؟ حطيت هنا بس علامه الدولار وهنا علامه الدولار والرمز بتاع الالفا اوكي. ده بالنسبه للاتك. طبعا الناس اللي بتكتب لاتك كتير هيبقوا فاهمين كويس الحته دي، لو انت ما بتكتبش لاتك اتس اوكي ما تركزش في الموضوع ده. اخر حاجه كنت عايز اوريها لكم اللي هي الكونجكت نمبر او الكومبلكس نمبرز، زي ما قلت مثلا لو التي بتساوي 5 زائد 3 جي طيب بتاعتي الكومبلكس. طب لو مثلا np.array تي بقى array، ولو تلاحظوا لو مثلا هنقوم جايبين التايب by ND array هي بتتحول مباشرة ل ND array. طب لو انا عايز اشوف ال array من جوه، او زي مثلا ثانية لو مثلا t بتساوي array t t dot d type complex 128. ايه complex 128؟ هو في البروجرامينج عامه ممكن ان احنا نعرف مثلا الانتجر ممكن ياخد مثلا السبيس من الميموري 16 او 32، الفلوت نفس الموضوع وبيوصل ل 64 واحيانا 128. فايه ال 128؟ فحجم الميموري اللي ممكن يشيلها جوه 128 بت اوكي. طبعا التي دوت كونجكت ناقص 3 انا كنت معرفه اللي هي بالبوزيتيف. طبعا لو ده اري وزي مثلا احنا قلنا الاي ده يعتبر اري، لو نعتبر مثلا الاي بتساوي 1 في لا في 1 جي
فيعتبر دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم الاري بتاعك كله تحول لايه؟ لكومبلكس اري. لو انا مثلا عايز اجيب الكونجكت ترانسبوز فاي دوت كونج دوت تي اتحول للكونجكت ترانسبوز بتاعي. طبعا ده مهم جدا اي دوت كونجكت دوت ترانسبوز، لان فيما بعد في كده اكسبريشن لذيذ قوي يعني ان شاء الله هنشوفه بكره، اللي هو عباره عن لو نخلي دي مارك داون خليها ده بساين كان ثانية واحدة مثلا ثانية واحدة يعني بكرة بإذن واحد أحد الـ expression ده احنا هنشوفه وهنشوفه كتير وهنشوفه فيما بعد إن شاء الله، يعني لو هتكملوا في المجال ده. هنا أنا بجيب حاجة اسمها الـ expectation value للـ state أو الـ quantum state مثلا اللي هي زي اسمها ألفا، أو خلينا عشان معظم الناس بتشوفها دايما تبقى بساي، فتبقى ساي وهنا ساي، ودائما وابدا احنا بنميجر الستيتس بتاعتنا يعني ان جنرال في الزد بيزز. احيانا ممكن نميجرها في اكتر من كذا بيزز مختلفه في الاكس، او ممكن وات ايفر الاوبزرفبل اللي موجود قدامي. فدي مهمه جدا اللي احنا نشوفها ان شاء الله هنشوفها بكره. طبعا احنا علشان نجيب الفاليو دي، فالفاليو دي عباره عن كونجكت ترانسبوز اوكي، وهي بتبقى عباره عن فيكتور. فانا بجيب الكونجكت ترانسبوز بتاعه بعديها بقى زي مثلا بضربها في ماتريكس whatever الماتريكس دي ايه، تمام. بعد كده مثلا ماتريكس، بعد كده بقوم عامل دوت برودكت تاني في الايه، في الايه ذات نفسها اللي هي العاديه اوكي. دي بنسميها كيت، ده بنسميه برو. بس ده يعني ده اهم حاجه اللي انت بس تسمع النوتيشن اللي في حاجه اسمها كيت وفي حاجه اسمها برو. وان شاء الله باذن الله يعني بكره هتشوف كده انترودكشن بسيط عنها، وفي اللاب هنستفيد فيها بشكل غير طبيعي بالمره، وهنشتغل بقى بكيسكت ذات نفسها بعيدا عن النوم باي والكلام ده الحبيب. بس يعني اكسبوز ليكم الدنيا من جوه. فيما بعد الحاجات دي او الاكسبريشنز دي هنشوفها ازاي جوه كيسكت اساسا بنتعامل معاها. انا اسف لو طولت عليكم، بس انا عارف يعني في ناس ممكن تبقى بالنسبه لها الحاجات دي جديده شويه او مش عارفاها، ف نوعا ما استفدت شويه في الشرح بس. فهل في حد عنده اسئله او اي شيء اقدر ارد عليه؟ الو، هو مفيش حد عامل ريز هاند؟ اهو في مصطفى محمد. السلام عليكم. هو صراحة مفيش سؤال يعني، احنا بس في شكر يعني. شكرا جدا لحضرتك، ابتديت من الصفر وان شاء الله متابعين معاك وشرح جيد. والله يبارك لك يعني، انا استفدت جدا اليوم ده، والله يبارك لك يعني. شكرا جدا، ومتشكرين لجامعه اسكندريه، شكرين لكليه العلوم، ومتشكرين للوحده الكمبيوتر مركز التميز قصدي حضرتك. ماشي، شكرا، متشكر جدا لحضرتك. مركز التميز، شكرين جدا. العفو العفو يا فندم. هل في حد تاني حابب يسأل؟ ما فيش حد عامل raise hand. اوكي، في بعيني ضحى احمد شوقي تاني. ضحى احمد شوقي، هل ما فيش؟ اوكي طيب. احمد علام، أحمد علام، هذيش برضو. طيب محمود النفراوي، محمود النفراوي،
تمام اوكي. يعني انا كل اللي انا كنت طلبته منكم النهارده بس الاساينمنت اللي هي لو حابين تبعته، مش حابين يعني اتس اوكي، اللي هي ايه الفيزيكال مينينج بتاع الماتريكس مالتيبليكيشن، ده رقم واحد. رقم اتنين، ارجوكم اشتغلوا بس بايديكم في الحاجات اللي احنا عملناها، يعني مجرد بس مشي ايدك في الحاجه، اتاكد بس الحاجه موجوده. الحاجه لو مش موجوده على كولاب، قصدي مش موجوده في اناكوندا، عندك كولاب اشتغل عليه ما فيهوش مشاكل خالص. بس مجرد بس لو انت مش اكسبيرينسد، حاول بس ان انت تمشي ايديك، اقرا إيه شويه الدوكيومنتيشن بتاع كيسكت، هتتفاجئ ان في حاجات كتيره مشروحه، استفيد فيها براحتك ما فيش مشاكل. وكده كده بكره يعني احنا مع بعض، وان شاء الله يعني انا تحت امركم في اي حاجه، خاصه في اللابس يعني، فاسالوا فيها زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا عايزين بجد يعني براحتكم تمام. فهل في اي اسئله تانية ولا كده تمام خلاص؟ اه يا كريم، في سيف بكري. تمام اوكي. الو، هو ما عملش unmute. اوكي طيب، استاذكم بس اوقف الريكوردينج.